بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. الله يخليك كابتن علي، من تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن بلال. منور يا كابتن. منور. خليك يا كابتن. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي بيراميدز. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات دايما احنا بنتكلم على المباراه وصعوبتها، هل هي صعبه ولا متوسطه ولا سهله؟ كابتن عادل، شايفين النهارده المباراه نتيجه النادي الاهلي سهلت من مأموريه الحكم في هذه المباراه. الكابتن اسلام شاطر سالني امبارح سؤال مهم جدا جدا، قال لي الحكم ده حكم نهائي كاس العالم، هل هيؤدي بنفس الاداء اللي ادى فيه في مباراه الارجنتين وفرنسا كابتن عادل؟ قلت له انا اتمنى ان يكون نفس الاداء، لان انت كحكم مالكش علاقه ابدا مباراه كبيره او مباراه صغيره، ولكن ادائك المفروض تبقى انت محافظ عليه. ولكن النهارده كان في تفاوت وتباين كتير جدا ما بين المباراه اللي هو اداها كابتن شريف في نهائي كاس العالم والنهارده. النهارده عنده اخطاء كتيره، النهارده عنده مشكله في التحرك وفي الجري، في لياقه بدنيه، بعض الحاجات كتيره جدا. يعني هو مش يعني عاوز اقول ايه، دايما انت كحكم ما تلعبش على تاريخك، دايما العب على كل مباراه هتتقيم عليها. لما نيجي نتكلم النهارده كابتن، الحكم البولندي 41 سنه، دولي من 2011، تقريبا بقى له 11 سنه حكم دولي، ادار طبعا نهائي كاس عالم، ايضا ادار كاس السوبر الاوروبي، ادار هنا اهلي وزمالك، ادار كاس السوبر الاوروبي ما بين الريال والاتلتيكو، وادار كمان عندنا ادار كمان نهائي كاس امم اوروبيه للشباب، ادار مباراه الاهلي والزمالك في 21/7 هذا الموسم، واشهر البطاقه الصفراء 8 مرات، 4 لكل فريق. لو نتذكر كان اول انذار اشهره لامام محمدين في الدقيقه الثانيه، ثم انذر امام عاشور احمد فتوح، امام عاشور وانذر احمد فتوح في الدقيقه 7 كابتن عادل لو انت تفتكر. صحيح. خلي بالك النهارده انا عندي حاله مهمه جدا جدا، الدقيقه 49، وهنا بنستفيد كابتن اسامه للحكام، في نهايتك للمباراه خلي بالك امتى تصفر. صح. في توقيت، انما النهارده في نهايه المباراه كان هناك مخالفه واضحه جدا توصل لدرجه اللعب او استخدام قوه زايده، انت نهيت المباراه وللاسف ولا خدت قرار باشهار بطاقه ولا خدت قرار في هذه الحاله. تعال نشوف الحاله دي اللي هي في نهايه الشوط الاول يا كابتن. في نهايه الشوط الاول هنا بنقول شاهد الدقيقه 49 من اكتر من حاله كابتن عادل عبد الرحمن، نشوف هات لنا الحاله اللي جايه هنا، نشوف من زاويه ثانيه ونشوف طريقه الدخول والرجل نشوف هنا اللي جايه هنا، بس ارجع تاني كابتن عادل، هرجع تاني كابتن سمير بعد اذنك، هرجع تاني هات المخالفه البوينت اوف كونتاكت اللي هي الستارز في الركبه اللي هي اللي تحت هنا كابتن، هنا كابتن عادل انت ايه رايك في الحاله دي؟ رجله عاليه، شفتها دلوقتي، شفتها دلوقتي، احنا لما كنت بتتكلم معايا قلنا ان الرجل هنا كنت فاكرها على الارض، ما راحش على الارض، هي رايحه فوق، رايحه فوق. خلي بالك يعني هو انا من هنا يا كابتن الحكم قال لك الاثنين داخلين على بعض كابتن، هو ما يشوفش تفاصيلها كابتن، في فار صدقني طبعا، انا كحكم انا ما اقدرش اشوف تفاصيل مين اللي وصل الاول للرجل، او ما شفتش تفاصيلها، ولكن هو خد الشكل وقال بالشكل ان الاثنين داخلين بعض. طب هنا الفار برضه يكون موجود، حتى البروتوكول بيقول يا كابتن حتى لو الحكم انهى الشوط ما يقدرش يخرج الا لما يبقى فيه كونفيرم من الفار. ممكن يكون في حدث غايب عن الحكم وهنا الفار بيرجع، يرجع للفار. خلي بالك لو قلنا ان دي ما فيش فيها حاجه، زي ما قلنا اقل حاجه انذار، اقل